الإشارة ما ذكرها سعادة النائب عادل العسومي في الجلسة الماضية بأن الأمانة العامة تعطل أسئلة إسعاف بالسعادة النواب، فهذا الكلام جنبه الصواب. طبعا نص المادة 135 من اللائحة واضح بأن أسئلة أصحاب السعادة النواب تمر بفحص وتدقيق من قبل الأمانة العامة، وهذا ما حصل في سؤال سعادة النائب. سعادة النائب تقدم بسؤاله تاريخ 9 يناير وطلع من المجلس في تاريخ 19 يناير وبلغ إلى الوزير المعني، فلا يوجد أي تدخل في الأمانة العامة في أسئلة أصحاب السعادة النواب، ولزم التوضيح فقط. شكرا. نعم، هل من ملاحظات على المضبطة؟ الجلسة الاستثنائية. نعم، إذن نقطة نظام، تفضل سعادة. هي نقطة نظام أو ملاحظة على المضبطة؟ سعادة النائب عادل العسومي تفضل. نقطة نظام، أنا موجود من الصبح لكن الظرف اللي شو اسمه كنت برا، قلت لهم نادوني ما حد ناداني، فأنا لست متأخر، أرجو تعديلها في المضبطة القادمة. نعم، أنا موجود مو متأخر على الجلسة. نعم، نحن نأخذ الأسماء الموجودين في هذه القاعة، ولكن لا مشكلة بذلك، سواء يعني الجلسة بدأت الآن. إذن لدينا أيضا مضبطة الجلسة الاستثنائية معتمدة، ولدينا أيضا مضبطة الجلسة 18 إن كانت لديكم أي ملاحظات. سعادة النائب عادل العسومي، مضبطة الجلسة 18، عندك ملاحظة؟ لا، أنا على أنت تليت أسماء المتأخرين، أنا مو متأخر، أنا موجود بس لا ما عندي ملاحظة. عدلت هذا الموضوع.